السودان، ومن ساعة ما أحيل وزير الزراعة السابق إلى المحاكمة إحنا ما عرفناش جوه الوزارة حجم الفساد قد إيه، الدنيا وصلت لفين. هل نقول إن دي البداية ولا دي بتأتي الخطوة رقم كام؟ يعني احنا بنتكلم هنا على استكمال لموضوع مهم جدا، وهو مواجهة الفساد ومكافحته من خلال أجهزة موجودة في الدولة، مش بس الجهاز المركزي للمحاسبات. يعني أنا مش عايز أقف كتير عند الناس اللي بتحاول تدافع عن الجهاز على خلينا ما اعتبار إن هي نتطرقش للجهاز خالص، لان احنا عندنا منشط ما من اللي هنا هو الحظر النهارده النشر. تمام، بيقول حظر النشر من الهرم الصفحه الاولى، حظر النشر في قضيه تقرير المركزي للمحاسبات بشان الفساد، ويعني ده صحيح، وده اعتقد والالتزام انه بتقارير النيابه العامه. وده اعتقد ان هو قفل الباب في نقاش ساخن جدا، يعني وكان مثيرا للجدل ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات واللجنه الرئاسيه اللي تم تشكيلها بعد التصريحات الخاصه بال 600 مليار. اللي انا بتكلم فيه هنا فكره ايه؟ فكره انه مش بس الجهاز ده اللي بيكافح الفساد، عندنا اجهزه اخرى. يعني ده الـ حقيقي. الـ 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 القضيه دي والقضيه اللي قبلها كانت نيابه الاموال العامه اللي اشتغلت، الاموال العامه اشتغلت وعندنا عليها، الرقابة وعندنا الإدارية الرقابه الاداريه، عندنا اجهزه كتير جدا بالظبط. بتكافح الفساد بشكل عملي وبشكل على الارض. يعني دول اتمسكوا وهم معاهم الرشوه. يعني انت هنا بتعمل قضيه مكتمله، مش فكره بقى ادله وتروح المحكمه يطلعوا براءه والحاجات دي اللي كانت بتحصل في السابق، لانه التهريه كانت بتتقدم ما كانتش كافيه. انت النهارده بتروح تقبض على الفاسد متلبسا، ويمكن دي مش اول، يعني مش اول حادثه، دي في حدث، يعني في لا احنا بنتكلم على احداث متتاليه. 85,000 فداني، ده رقم ده كان خرافي بيحصل يعني. طول الوقت، ما هو ده كان بيحصل طول الوقت في غيبه. واعتقد انه ده من ضمن ارقام الفساد في بلدنا اللي عند بالظبط الاجهزه المختلفه. بالظبط، بس انت النهارده بتروح تحط ايدك عليها وبترجع تاني حق الدوله. يعني مشكله كانت الاراضي ايه؟ الاراضي كان بيتم الاستيلاء عليها سواء بقى من وزاره الزراعه او من اي وزاره تانيه بتبقى مالكه للارض دي، وبعد كده بكام سنه بيتم التصالح فيها او التراجع عنها مقابل ان انت بتقدم شكل من اشكال الترضيه للحكومه وهكذا. المساله هنا بقت ما احنا هنا مختلفه. بقى ما احنا المفروض سد بقى ثغرات هذه القوانين اللي بتخلي ناس تعمل مصايب وفي الاخر ترس على غرامه. يعني انا من الحاجات اللي كنت فوجئت بيها انه غرامه فض الشمع 50 جنيه مثلا، يعني انه حد يتشمع له مكانه ويفتحه ويدفع 50 جنيه والموضوع انتهى. ده شيء صحيح غريب يعني. صحيح صحيح، في حاجات كده ثغرات في القوانين، او انه مجرد الموظف يتخصم له يوم مثلا وخلاص وعدى صحيح. الموضوع. ما انا بقول لك هنا بقى انت بتروح تحط ايدك على القضيه من الاول. يعني الفكره كانت ايه؟ ما بقاش عندك معلومات كافيه عن العمليه بتاعت الفساد دي هتتم ازاي. الشاهد اللي موجود في القضيه مش عايز يقول عشان ما يتاذيش وظيفته او كذا او كذا او كذا. النهارده لا، انت بتامنه وبعد كده بتاخد المعلومه وبتشتغل عليها، الاجهزه الامنيه بتشتغل عليها، بتعمل تسجيلات لفترات طويله عشان لما تروح المحكمه يبقى عندها قضيه مكتمله زي ما بقول لك، تقدر تاخد بيها حكم على اللي بيقوم بالعمليه دي. احنا بس الفكره هنا ان انت بقى ايه، تشدد عليهم الاحكام، بحيث انه لو انت مثلا النهارده هتروح تسرق المليار ولا 2 مليار هتخش السجن قصادها 20 سنه ولا 25 سنه. في ناس كانت بتفكر بالطريقه دي، ايه المشكله انا هاخد الفلوس وبعد كده اخش السجن، فيقضي الوقت ده في السجن ويطلع يلاقي الفلوس موجوده محطوطه في بنك ولا مهربها بره ولا في اي حته. الفكره هنا ان انت لو شددت العقوبه ورفعتها على الجرائم اللي من النوع دون، يبتدي الناس اللي بتفكر بالطريقه دي تعيد حساباتها مره اخرى مع اموال المال العام. وسد الثغرات القانونيه اللي تسمح بتقنين اوضاع خاطئه، ان هي مثلا صحيح تكون متاخده انها اراضي للزراعه وتتحول بشكل او باخر لاراضي مباني. صحيح، في مخالفات كتير من النوع ده، نتمنى سد الثغرات، علشان الثغرات يعني بتبقى ازمه، انه في هنا انت الاخر محتاج القاضي قدامه ورق هيعمل هنا ايه. انت محتاج البرلمان مره اخرى انه ده يعيد حقيقي. دوره ويبتدي يفعل قوانين ويبتدي يناقش قوانين جديده تفعل المساله دي. طيب خلينا نروح للأخبار الصفحة الثالثة، العفو عن الشباب خلال ساعات بيان الرئيس أوائل فبراير، وكل ده بيأتي في الأيام السابقة ل 25 يناير، وكنا بنتكلم على امبارح حادثة إرهابية في العريش، مهاجمة كمين أمني واستشهاد 5 أفراد شرطة والله يرحمهم طبعا وربنا يصبر أهليهم. لكن احنا داخلين على 25 يناير وفي استعدادات أمنية وفي أوضاع مترقبة للي بيحصل، حضرتك بتشوف ازاي المانشيت ده انه العفو عن الشباب خلال ساعات بيان الرئيس؟ هو ده كان وعد من الرئيس فتحي السيسي، يمكن في يوم الاحتفال بعيد الشباب لما اتكلم على انه 2016 هيبقى عام الشباب المصري، فاتكلم بوضوح على انه
في مراجعات دائما بتتم للشباب اللي موجودين على ذمه قضايا او المحبوسين على ذمه قضايا خلال الفتره اللي فاتت مع الموجات الامنيه المكثفه لمساله الارهاب. لما بيتم او بتتاكد الاجهزه الامنيه انه هؤلاء الشباب او غيرهم موجودين او متهمين في قضايا يمكن العفو عنهم، خاصه وانه في من عدد منهم طلبه في الجامعات وعدد منهم اخرين ممكن ما يكونش يعني ارتكب جريمه كبرى، يمكن كان في منهم ناس بتتظاهر او ناس كانت موجوده في اماكن احداث او كذا وتم القبض عليهم في هذه القضايا. فالرئيس النهارده بي 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 او يعني في لجان شغاله على انه يتم فلتره هذه الاسماء وفي النهايه تطلع بعدد من الاسماء اللي يتم العفو عنها للاسباب اللي انا قلت لك عليها دي. الفكره الثانيه انه يمكن لو تابعت اللي حصل اليومين اللي فاتوا، القوات المصريه لاحت حراره عدد من الشباب المصري اللي كانوا موجودين في ليبيا وكانوا بيدوروا على عمل، واستعدتهم مصر مره اخرى بمعونه اجهزه زي المخابرات الحربيه اللي قدرت ان هي تخش جوه ليبيا وتحررهم من بالمساعده من الجيش الليبي. وهنا يمكن اقول لك ان في اهتمام من الرئاسه بمساله الشباب، ويمكن اول حاجه قالها الرئيس للعائدين دول انه ليه تروح هناك لما ممكن تشتغل هنا في المشروعات اللي احنا بنقوم بيها دلوقتي. ويمكن ننتظر من الرئاسة انه يتم الاعلان عن وظائف تستوعب العمالة اللي كانت بتحاول ان هي تهرب وتروح اماكن خطرة زي ليبيا وزي عدد من الدول الاخرى. نتمنى انه ده يحصل، واكيد طبعا كلنا يعني بنبقى فخورين لما قوتنا المسلحة واجهزتنا الامنية بتقدر انها تستعيد ولاد مصر من اماكن تانية. وشيء مهم ان احنا الوطن المصري يحس انه غالي، زي يعني انت صحيح. بتشوف المواطن الامريكاني الدنيا بتتقلب لو المواطن الامريكاني. هي الفكره انه الرئاسه بتدي رساله انه في اهتمام حقيقي بالشباب، سواء على مستوى الشباب اللي موجودين ومحبوسين على ذمه قضايا وعندهم مشاكل في التعليم، ونفس الوقت الشباب اللي بيحاول يسافر في دول اخرى ويحاول ان هو يعمل يشتغل او كذا في مناطق خطره وبيتم تهديده او بشكل او باخر يعني خطفه او كذا، فتبتدي القوات المصريه تروح تحرره وتجيبه وترجعه تاني مره اخرى لارض الوطن. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمود بسيوني مدير تحرير البوابه الجنوس، حضرتك نورتنا. ربنا يخليك، شكرا يا فندم. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا، هنسيبكم مع تقرير عن جوائز مؤسسه ساويرس. شوف التقرير ونرجع نكمل فقراتنا بعد الفصل على طول، تابعوا.